فقدت مصر وفقد العالم أجمع يوم الثلاثاء الماضي العالم الدكتور أحمد زويل، هذا العالم المصري اللي حصل على جائزة نوبل في عام 1999 لأبحاثه في مجال كيمياء الفيمتو، وكان أول عربي يحصل على جائزة من المجموعة العلمية في جوائز نوبل. كان ليه مجموعة كبيرة من الأبحاث اللي أثر بها الحياة العلمية وحصل من خلالها على عدة جوائز علمية رفيعة، والحقيقة كان ليه مشروع هام في مصر، جامعة أو مدينة للعلوم والتكنولوجيا بتساعد على دعم الطلاب المتميزين علميا واللي عايزين أيضا يقدموا لمصر الأبحاث والابتكارات المختلفة. في وقفتنا الحوارية التالية نتحدث عن هذا العالم المصري الجليل، عن أهم إنجازاته والبصمات التي تركها للإنسانية وللتاريخ حتى رغم رحيل جسده عن هذه الدنيا. لكن دعونا في البداية نتابع تقرير عن الدكتور أحمد زويل ثم نبدأ حوارنا. ودعت مصر بقلب حزين واحدة من أبنائها الأوفياء الدكتور أحمد زويل، والذي وفته المنية في الولايات المتحدة الأمريكية بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 70 عاما، تاركا خلفه ثروة علمية حقق من خلالها ثورة كبيرة في عالم الليزر، والتي أدخلت العالم كله في زمن جديد لم تكن البشرية تتوقع أن تدركه. زويل أستاذ الكيمياء وأستاذ الفيزياء والحاصل على جائزة نوبل عام 1999 لأبحاثه في مجال الكيمياء، قام باختراع مايكروسكوب يقوم بتصوير أشعة الليزر في زمن مقداره فيمتو ثانية، وهكذا يمكن رؤية الجزيئات أثناء التفاعلات الكيميائية. ولد زويل في مدينة دمنهور، وفي سن 4 سنوات انتقل مع أسرته إلى مدينة دسوق بكفر الشيخ حيث تلقى تعليمه الأساسي، والتحق بكلية العلوم بجامعة الإسكندرية، وحصل على بكالوريوس العلوم بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف في عام 1967، وعمل معيدا بالكلية وحصل على درجة الماجستير عن بحث في علم الضوء. إلى الولايات المتحدة الأمريكية سافر زويل في منحة دراسية وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة بنسلفانيا في علوم الليزر، ثم عمل باحثا في جامعة كاليفورنيا من عام 1974 إلى عام 1976، ثم انتقل للعمل في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا كالتك أكبر الجامعات العلمية بالولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1976، وتدرج في المناصب العلمية الدراسية إلى أن أصبح أستاذ ورئيس قسم الكيمياء. نشر له أكثر من 350 بحثاً علمياً في المجلات العلمية العالمية المتخصصة، وأدرك اسمه في قائمة الشرف بالولايات المتحدة التي تضم أهم الشخصيات التي ساهمت في النهضة الأمريكية، حيث احتل المرتبة 9 من بين 29 شخصية بارزة باعتباره أهم علماء الليزر في الولايات المتحدة. وحصل الدكتور أحمد زويل على العديد من الأوسمة والنياشين والجوائز العالمية لأبحاثه الرائدة في علوم الليزر وعلم الفيمتو التي حاز بسببها على 31 جائزة دولية. وفي عام 2009 أعلن البيت الأبيض عن اختيار الدكتور زويل ضمن مجلس مستشاري الرئيس الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، والذي يضم 20 عالما مرموقا في عدد من المجالات. وأكد زويل مرارا أن مصر لا يمكن أن تتقدم إلا إذا تحولت إلى دولة ديمقراطية علمية، مشددا على أهمية إصلاح العملية التعليمية والبحث العلمي. ورأى زويل أن مصر مليئة بالكنوز، وأن مصر مليئة بالشخصيات الواعية التي تستطيع القيادة، لافتا إلى أن كل ما تحتاج إليه مصر هو الوقت. ربما يكون قد رحل واحد من علماء مصر، إلا أنه سيظل ملهما لكثير من الشباب الذين تمكنوا من تحقيق أحلامهم. ومع في هذه الوقفة الحوارية الدكتور أيمن الشبيني الأستاذ في جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. صباح الخير يا دكتور أيمن. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. دكتور أيمن، التقرير ادانا نبذة عن السنوات العلم والعمل الخاصة بدكتور أحمد زويل، لكن خلينا نتطرق لبحثه الأساسي أو ابتكاره اللي من خلاله حصل على جائزة نوبل في الكيمياء في عام 1999. هو الدكتور زويل رحمة الله عليه، بداية أن أعزي نفسي وأعزي أهل مصر جميعا ومحب العلم على مستوى مصر والوطن العربي بل والعالم كله، لأن تأثير الدكتور زويل العلمي غطى البشرية كلها ولم يقتصر على مكان أو زمان بعينه.
الدكتور زويل كان دائما شغوف للعلم منذ صغره، وانا كلنا جميعا نعلم هذا. وكان دائما متطلع الى تحقيق ذاته في ابتكار علمي يفيد البشريه، وما زال هذا الهدف قائم حتى بعد رحيله. الدكتور زويل من العلماء القلائل الذين ابتكروا وطوروا في العلم، واستطاع كما ذكر التقرير وكما يعلم العامة والخاصة أنه يطور في مجال الليزر بأبحاثه المتطورة من خلال الفيمتو كيمستري واكتشافه للفيمتو سكند، اللي كان لها تأثير كبير جدا في شتى المجالات، سواء في مجال التصوير الميكروسكوبي أو حتى التطبيقات العلمية المختلفة في مجال الطب والمجالات العلمية المختلفة. هذا الاكتشاف أدى إلى تطور وتطورات عديدة جدا بني عليها مستحدثات علمية جديدة قائمة على هذا الاكتشاف. والجدير بالذكر أن الدكتور زويل لم يتوقف على هذا الاكتشاف الذي أثار ضجة في العلم والتطور حديث، ولكنه استمر في أبحاثه حتى لحظة وفاته، وكان من المتوقع أن يتم الإعلان عن اكتشافات حديثة في الفترة القادمة في المجالات الطبية نتيجة لأبحاثه المتطورة في هذا المجال. ويمكن الجدير بالذكر أيضا أن من حبه وتعلقه بمصر أن هذا الميكروسكوب رباعي الأبعاد الذي تم اكتشافه من خلال وتصميمه من خلال الدكتور زويل والجروب الذي يعمل معه في المملكة المتحدة في جامعة كالتك، كان الولايات المتحدة الأمريكية في معهد كالتك، أن كان هذا الميكروسكوب تاني ميكروسكوب متواجد في مصر من خلال معهد الدراسات الميكروسكوبية اللي هو متواجد في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. طيب دكتور أيمن، دكتور زويل بالتأكيد هذه الاكتشافات التي توصل إليها بتخدم البشرية جمعاء، وهذا حال العلماء أن دائما اكتشافاتهم وابتكاراتهم بتظل على مدار السنوات اللي بعد كده، لكن لو اتكلمنا عن حلمه فيما يخص مصر والارتقاء بها إلى مصاف أعلى، وذلك من خلال مشروعه لإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، يعني بعد رحيله كيف سيتم استكمال مسيرته وهدفه من هذا المشروع؟ هو الدكتور زويل قدم لمصر كتير جدا مقارنة فيما يقال من بعض الجاحدين على علمه. أولا هو الدكتور زويل كشخصه كأحد المصريين المتفوقين الذي استطاع تحقيق ذاته العلمي خارج الوطن، ولكنه دائما مرتبط بالوطن ومحب للوطن، ويظهر هذا في من خلال المشروع القومي للنهضة العلمية. هو مشروع لا يقل بتاتا عن مشروع قناة السويس بالنسبة لأهميته لمصر، لأن معظم الدول المتقدمة تقوم على النهضة العلمية، فكل حياتنا علم، بداية الحرب علم، السلم علم، الإدارة علم، الاقتصاد علم، فالعلوم تنهض بها الأمم. هدف الدكتور زويل كان النهضة بشباب مصر وتوفير جيل من الشباب قائم على البحث العلمي يستطيع أن ينهض ويطور من هذا البلد في شتى نواحيه. تم اختيار العلوم المتخصصة النادرة التي تنهض بها الدول المتقدمة حاليا على أن تكون تلك العلوم هي نواة لجامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. المدينة في حد ذاتها الجامعة هي مكون من ضمن مكونات المدينة. المدينة بها هرم التكنولوجيا، بها المعاهد والمراكز البحثية، بها المعهد الدراسات الاستراتيجية، بها المدينة، بها الجامعات العلوم والتكنولوجيا، بها المعهد أو أكاديمية زويل التي تحتضن طلاب الثانوية العامة بعد تخرجهم من المدرسة الإعدادية حتى تعد جيل قادر على دخول الجامعة بمستوى معين. الهدف الأساسي من المدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا هي حل المشاكل التي تجابه مصر، سواء في مجال الطب، سواء في مجال البحث العلمي على مستوى حتى الاقتصاد. يعني المدينة تقوم وتنصب على النهوض بهذه المستويات أو المجالات المختلفة في شتى نواحي العلم للتغلب على مشاكل مصر عامة.
هذا الهدف بدأه الدكتور زويل بعد حصوله على جائزة نوبل عام 1999 وتقلده قلادة النيل، وتم إنشاء المدينة. وحاليا إن شاء الله السنة الجاية هو كان يطمع أن يحضر حفل تخرج الأول دفعة من جامعة العلوم والتكنولوجيا، والسيد الرئيس وعده بأنه يشهد الافتتاح المدينة وتخرج أول دفعة. على المستوى الشخصي وأنا في جامعة العلوم والتكنولوجيا، أنا درست وعملت في إنجلترا وأمريكا ومثل باقي الزملاء، والدكتور زويل نجح في وجود أو إيجاد نخبة من العلماء مصر في شتى النواحي، يرأسهم حاليا أستاذنا الدكتور صلاح عبية. بس فينا روح العمل، وكان بمثابة منارة لجميع أعضاء التدريس. هي فكرة في نقل هذه الروح للأجيال التي ستأتي بعد ذلك، لأنه دايما بنقول لما مؤسس الفكرة بيرحل أحيانا بتواجه عراقيل، ولا نستطيع استكمال المشروع بالشكل اللي كان منتظر. هو طبعا ده حاجة مهمة جدا، ولكن الدكتور زويل كان دائما رحمة الله عليه يبص فينا أنها هي فكرة، مدينة زويل هي فكرة لابد أن يتبناها كل صغير وكبير. ودائما ما كان يجتمع بالطلبة، والطلبة في قمة حزنهم لأنهم كمثلنا وكمثل كل محب لهذا الوطن فقدنا رمز من الرموز التي كانت تبث فينا الأمل وتمنحنا القوة. الدكتور زويل كان بالنسبة لنا قوة خيالية عندما كان يجتمع بنا، أو حتى في أثناء وهو كان حتى في مواجهته للمرض، رغم ذلك كان مستمر في أبحاثه وعمله، وكان بيقابلنا باستمرار من خلال فيديو كونفرنس وهو في سرير المرض، وكان بيبص فينا الروح باستمرار. كان دايما يكلمنا ويكلم الطلبة على أنهم يا أبنائي وأولادي، وكان يحس فيهم هذه الروح. كان دائما يكون حريصا على الاجتماع بهم من حين لآخر، وحتى آخر لحظاته كان يساير ويواكب ما هو مستجد من مشاكل الطلبة والتطورات التي تدم في المدينة الجديدة. فكان فعلا مرتبط ارتباطا ذهنيا وروحيا مع مصر وأبنائه في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. طيب بالنسبة للأبحاث الأخيرة الخاصة بدكتور زويل، هل بيكون في اتفاقيات مع الجهات اللي كان بيتعامل معها في الولايات المتحدة الأمريكية للاستفادة من هذه الأبحاث في مصر، أم يعني فريق العمل الخاص به هناك ما زال بيعمل عليها؟ لا، بالفعل هناك تواصل وهناك تعاون واتفاقيات دولية، وكان من نصيب المدينة أن يكون لها اتفاقات مع كالتك أيضا، والناس القائمين اللي كان أحد تلامذته حتى كان موجود في مصر في الفترة الحالية، حصل أنه تلقى خبر وفاته وهو في مصر، كان من المساعدين لي واللي هو المشرف على المركز التصوير الميكروسكوبي في مصر، وهو أستاذ أيضا في مدينة زويل. المدينة الدكتور زويل كان فكره أنها لا تقتصر فقط على التعاون على المستوى الدولي، هناك تعاونات واتفاقيات دولية على مستوى العالم جميعا والمستوى المحلي. الأساتذة المتواجدين في مدينة زويل نفسهم لهم علاقات ونتورك موجودة على المستوى الجامعات العالمية، ولنا أبحاث بتنشر بالتعاون مع جامعات دولية. أنا عايز أطمن كل المصريين وكل محب العلم أن هذا المشروع لن يقف بوفاة الدكتور زويل، بل بالعكس إحنا كلنا تحمس، لأن هذه الفكرة لابد أن تستمر لمصلحة الوطن ولمصلحة أبناء الوطن ولرفعة الوطن إن شاء الله. طب دائما عندما نتحدث في مصر عن فكرة البحث العلمي نتحدث عن عائق الميزانيات والبيروقراطية في بعض الأحيان، كيف يمكن من خلال مدينة زويل يعني الارتقاء بالبحث العلمي وتخطي هذه العراقيل ومساعدة الجيل الجديد اللي أحيانا كثيرة بيحبط رغم وجود أفكار كثيرة لديه وابتكارات، إلا أنه بيحبط لوجود عراقيل كثيرة بتوعي؟ والله حضرتك لمستي نقطة حيوية جدا ومهمة، وهي الدعم المادي وأيضا الدعم المعنوي. مدينة زويل هي مشروع قومي قائم على تبرعات المصريين، يتم دعم معنوي لها من خلال مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء. التبرعات المصريين هي الأساس في البحث العلمي في هذه المدينة، وده نقطة مهمة جدا يحب ألفت النظر إليها، أن احنا رجال الأعمال والبحث العلمي في كل دول العالم المتحضرة مكلف جدا وقائم على المشاريع ورجال الأعمال. نعم هناك مشاكل تواجه رجال الأعمال، ولكن البحث العلمي الهدف منه الأساسي هو حل هذه المشاكل. فأنا يعني من خلال برنامجكم الموقر
ومن خلال هذه الفقرة أنا بحب أتوجه إلى رجال الأعمال أنه لا تلقي بالعبء فقط على الدولة، الدولة بها ما بها والشعب محتاج المزيد من الدعم. هذا الدعم رجال الأعمال انهضوا ودعموا البحث العلمي. طبعا في رجال أعمال من أمثالهم بدون ذكر أسماء لأن دول من الجهات الداعمة لمدينة زويل يتبرعوا بأموال كثيرة جدا لنهضة البحث العلمي، ولكن نستطيع الآن يعني رجال الأعمال يستطيعوا التكاتف من أجل توفير الدعم المادي الكافي ليس فقط لمدينة زويل ولكن مؤسسات مصر العلمية كلها محتاجة هذا الدعم لحل مشاكل مصر بشكل جذري إن شاء الله. نرجو النواة والبذر للدكتور زويل زراعها في مصر يعني تكبر ويتحقق حلمه من خلال هذه المدينة، ويستمر أيضا حلمه رغم رحيل جسده عنه ورغم وفاته. بشكرك شكرا جزيلا دكتور أيمن الشبيني الأستاذ في جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، شكرا على تشرفنا في هذا الصباح. شكرا يا فندم. فدينا بكده نكون وصلنا لختام حلقتنا النهاردة، غدا بتلتقون مع فريق عمل جديد، فإلى اللقاء.